الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وعن كسوة شري كتابك رياض الصالحين بين كسوة شري، وعن كبلا بيننا إن شاء الله تعالى حديثك سدحي الإحدانات أكمل ذا بابك باب الصدق باب كان حديثك الشنادوي يعني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحيري عليه الصلاة والسلام غزا نبي من الأنبياء وحدوا لي الجهاد ودوا لي النبي نبي ذا إلهي كم ذا عليه الصلاة والسلام وعلى الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم، يعني نحريس ذا إلهي يوسلامه سلامت إلهي عليهم نبي ذا كركو ذا هاتو أما صلوات الله وجه اللباد أمانها إلهي وأمانا أيو وسلامه يا سلامتي سبا عليهم النبي ذا كركو ذا هاتو. فقال وحيري لقومه قومك سوح كيري لا يتبعني يانو إراعن رجل ننكاسو ملكا هنتيي بضع امرأة قبل مركا وحوي قور كيدا مركا هنتيي بمعنى حبنت هذا طرنكا أيوه هنتيي وهو يريد بمعنى واللوم مهر يوه قور السدي وعقد جيبا قبل كرد عي مهر كيبا كرد عي وهو يريد أن يبني بها وحمر كان نكاس مركا ملكي قبل يعني حبنت هذا طرنكا وحم ملكيه بمعنى حلال النقطي والحال هو يسقو يريد أدونايو أن يبني بها قبل أن يستا أدونايو يعني لو لقري قال أيو الربا ولما يبني بها ولنا مرد السنين وحلوت شيدا ولي قبل مقار أو واحد دخول مدعين بناء بالله عبر وحسن لوت شيدا بناء وحكا لازم أي أي لوت شيدا وقبل ناس قبل ولي أتقي معها لكن وحدون يا إنه لقري قال أيو الربا نكاس يانو الراعين ولا أحد قف كلنا يانو الراعين قف كاسوبنا بيوتا قريا دستي قريا أيو دستي يعني مركا لدسو ولم يرفع سقوفها قريها انتي كلمركو صور دستي سقف يدي مصارين والسانقات كي سري ولي مصارين وحدون يا إنه صار أيو الدونية كاسنا يانو الراعين ولا أحد قف كلنا يانو الراعين قف كاسو اشترى إبسدي غنما أري إبسدي أو خلفات أمجيل دريا إبسدي وحلقة قرنا يا عطف كلاقو عطفي خلفات إن أري قلفت هذا اللوت شيء ذي علماء دي له دين غنما حوامرة وصفة دي لحد في يعني أري دريا أي إبسدي مركا صفة دي بامقن وهو ينتظر أولادها وهو مركا إبسدي والحال هو يسوي ينتظر أسوغي أولادها يعني ترنتي دي أسوغيه يعني وحي كتبها قال أسوغريين سيدا مركا وحوي صحيح البخاري عن فيلايين وها أحد الصحيحين ولادها لريتان كيدا أي أسوغيي أي أدشو مركا أولادها وحوي أسوغيي مقاشا مركا أي أدريسا أي مركا أسوغيي أرغو أدريو أما نرقاها مركا غير أدريو أي مركا أسوغيو تشيراليني إسلاح قورما يكودا لدونان قورما غيران يكودا لدونا أبو إسلاح فغزا صدح ذان إني أنا راعي صدح وح وقبل غيا ما دام مرك هم بضن مرك أولي هاي وح ونكسنا وهكسنا يو آد مرك نيديسا وقصة حاضرة يا أي شيران إنه مرك وحوي سو حق الداع وقبل غيا والنكاس وحوي يدب قصة عرره يا إنه وحوي قبل بهرت الله أو إسليه ترى جور ما مرك يسعد صندون تا إنه وح إسليه هاي xoolahaani goor ma isugu ka dib u dhici doonaan oo ama geelana ku dhari doona ama talo muxuu fari doona iyo fool carari doona muxuu marka yacni say wax u dhici doonaan kan gurigaana wax isleeyahay guriyahaas marka adigu dhaka siiyay umba marka isagoo dhaka siiyay umba hor imanays marka saddexdan in midna bayaan u raaci ha hadan faqaza nabiga suwa duulay oo wa dagaalamay fadana waxa soo dhawaaday min qaryati magaaladii uu ku soo marka dhawaaday ومقالة دي مركة لدونا هي لفرت بيت المقدس صلاة العصر صلاة عصر قرعة أي مقالة دي بيت المقدس أي خسر دوادي أو قريبا من ذلك أما وقت عصر كي كدو هذا وقنا وليك مفارقين فقال وحر للشمس فقال وحر للنبي
للشمس قرحدي وحكيري إنك مأمورة أذيك والله أمر وأمر إلهي بتكس عطاه وأنا مأمور أني أنا والله أمري أني أنا أمر إلهي بتكس عطاه وجهاتك إلهي أمري أي أنك صعده اللهم يا الله الله احبسها قرحدا حبس وتشوتشي علينا أنك كرك يجا نوغ حبس أما علينا أنك مركا وحوي آوضي وحبس فحبست والله حبس يقول رحدي ولا تشوتشي حتى فتح الله عليه إلى إلهي أقرقاري ونصر قسيي أقريدي أفري هذا وقينا تشبيه فجمع وسوري النبي قاسي الغنائم فركي قال هذا لقفرتي غنيموين كأها أي سؤرري فجاءت وحتمي يعني النار وحوتشي هذا دبكي دبكي باتمي لتأكلها دبكو سأي عنتو غنيموينك فركة قال هذا لقفرتو ومدن عدي كهر يسير الله محلالين واتو النبي الشجاع عليه الصلاة والسلام خصائص دي سيني كم تهي ووحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي مركو النبي الشجاع عليه الصلاة والسلام لحرين أيال ليسي أعيدي وهو رئيسا أن لسين وحكم ذها ووحلت لي الغنائم غنيموين كان لي حلالي فركة قال هذا لغفرته ومدي سنة إساق الراعي صاي ومدي سنة وإلو حلالي غنيم ذا أنا اللهم حلالين فركة قال هذا لغفرنا عيدي وهو رئيسي اللهم حلالين ومدي وهو رئي وحلوحي فرع قال هذا لغفرته والسوء ورين شروا ميل بالسوكين شري طبا السمدة كسو ديك شري طبك ساوي من شرو غنيمة هذا وحب الله قاعدين لما يسترن تحي طبك ساعم يجري وكذلك قربان كلفتي سأنت مركا للدوية هل كلا دقو أي هذي لا أخبره طبك سأنت سود دقو عن يجري هذين مقبولة هاي الندبك معن يجري يا مركا خصائص أمة ضمبي كم تحي إن غنيمو يكلو حلالي فجاءت واتم يعني النار وحوش هذا طبكية لتأكلها سي غنيموين كوعن تيدبك أسود دقو سمدك أسود دقي فلم تطعمها ميعون فقال وحر النبي إن فيكم غلولا وحيدن كسوغا غنيمة وحا كرب بسين وكسيبتين بايدن كتشرة حواه مقن مرد ما يسترى فليبايعني هاي لبا يعتمو وقعنتها يديب بيعة من كل قبيلة قبيلك استوى رجل هل نين هاي لبا يعتمو مركزا قبيلة والبنبا كلبا يعتمي فلزقت وحي كدكتي يد رجل ننقعنتي بيده نبي قعنتي سيبه كدكتي يا رقي مركز مدول بقبيل كالسعودي ونبي قلبا يعتمي أي أن ننكم إذا قعنتي سيبه وحي كدكتي قعنتي النبي فقال وحر النبي فيكم الغلول رب انتو إذنك إذنك السقنطة عد غني ماذا وحكا سيبتي وقل دينا فلتبايعني قبيلتك هاي لبا يعطنت قبيلة ذا وحلوح قبيلة ذا كرة الصعودة مد قعنتها يوليبان كل قد يقولوا أوليبين تعالك على قبيلة ذا فلزقت وحي كلكتي يد رجلين لمن قعنتود أو ثلاثتنا ما صدح نين قعنتود أي وحي كلكتي بيده قعنتي النبي فقال النبي وحي يري عليه السلام فيكم الغلول رب انتو إذنك إذنك السقنطها غني ماذا وحل قصاري لقد نبيي إذن كيدن كجرتا كان فجاءوا وحي لي مادين وكانين برأس مثل رأس البقرة مضح مركز صع وكلا لمضة أي كانين ومن الذهب ذهبة يعني صور مضح اللؤاد والذهب أي كانين فوضعها النبي قواردي يعني غنائمتي بكل حضر فجاءت النار ودبكي باتمي فأكلتها ويعنت إلا غنيمة هذا وعلا ما يسترنته فلم تحل ما يحلال نقن الغنائم غنيموينكو فركة قالضة لقفرتا لأحد عيد حلال أمي النقن بأن النبي قول عليه الصلاة والسلام قبلنا إنك إنكه الرئيسي ثم أحل الله إنت أدبدنا الله وحلالي لنا إنك وحينو حلالي الغنائم غنيموينك فركة قالضة لقفرتا أي الله إنو حلالي لما رأى ضعفنا وعجزنا مركو الله يعني مركا أركي ضعفنا تقدر ذينا إيه وعجزنا أو ديرانتي نمركو أركي أي إنو حلالي فأحلها لنا وإنو حلالي متفق عليه حديث البخاري ومسلم بأسكو وافقي الخليفات وبفتح الخاي وحيكو سقنطهي خاذ كرقيدة
خذا سؤال معجمة التير دبع ذل هيدا وكسر اللام يلام كوس دقي سيكوس قنتهاي جمع خليفة مفرد كوا خليفة كلمة وزن جذو كلاء مفرد كيدوي خليفاتنا والجمعية وهي الناقة وهشة الحامل رمانوي وهشة مركا وحدا لا يصير رمانوي الحاملة وحن لورن وصفاء لجارتهاي وحيالها الدقي لجاريهين وحمل يعني ما دام وياها حمل يعني وحوي أور لجوق هذايو ده تقوم بالجارو تاول فارقة وما بهنا إن مركا وحوي اللي يلهده الحاملة إن اللي يلهده يعني مركا الله ما بهنا حاجة الله ما قط الله العلماء العربية قار كتب وحيدا لا بالا كرسارة يايو marka laga tilmaamayo shaanigeeda xamli ah oo xamli ba ka suura gal ah iyo marka looga jeedo macna ficil laga tilmaamayo hadda bay sidaa looga jeedo oo hadday mutalabisa ku too ku dhex jirta marka looga jeedo bacdu ahl cilmi ba yiri markaas in taada lagu daro waa laasim taada in lagu daro waa laasim haddana waxay ahayd marka mar la leeyahay waa mutalabisa ku too mutalabisatun bil xamli ya inay marka waxa weeye urka wax ku siday ku dheehan tahay oo marka ku sugan tahay wa xaaladdi marka waxa weyn yani culimadaasi ay oranayeen taada in lagu daro waa waajib ay oranayeen wi cid saatirina wax way wa ibn malik wi marka cid marka la socota ayaa si ku tigay wuxuu ku cabira laba bayt ayuu ku cabira wama min as-sifati bil unsa yukhas an ta in istaghna li anna lafdha an-nas haythu ma'na al-fi'l yunwata tarid kadhi ghadan murdi'atun tiflan wulid laba baydu kafiyadi sa'a ayu qa'idatu ku cabira أو وحر وحر استفادة مركا ددق لغو قاري يالي عن تاين استغنى لأن اللفظ النص تاوى كم مرمي ويا اللفظي قابا اسكاقعد ينطالق مركا اللي يهي ان تاوى حوال الرعي ومباهنا مرضع مركا اللي يهي ان تاوى حوال الرعي ومباهنا ويا عدة إرضاع سميسا وددقون عدة حمل ومركا يعني أوركا وحكو قادة وددقون مركا الحاملة إن لي لادو تعلق فرقيه ولبك لغا قصوعه ومباهنا وحيث معنى الفعل ينوتى تريد كذي غدا موضعة طفل ولد مركا وحوية لوغة شيدو يعني هدوا كل حجرتا ومعنى فعل كاللغات الماما ايو معنى فعل مركا اللوغة شيدو متلبسة يكوتها اللغات الماما ايو حال كالنوع ستا دوا سوء رئيسا كذي غدا موضعة طفل ولد وحد دليشان يعون آيات دكو سارورتا يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت ومرضعين لما أرنا مرضعة تنبا ليلي marka waxa weeye murdic marka leeyahayna waxa loo jeedaa irdaac ba ka suura gal ah waxba inu jin karta laakin afka ugu haysaayo haday shakhsiinaysa marka loo jeedo ilaa ila taada way in la galiya hooyaduna marka waxa weeye intayna ilmaha naaska afka u gelin waa dhici karta in dhul kaga dhacay ilowdo ay ka mashquusho wa suura gal laakin marka ilmihi shakhsiinta ay u bilowdo ilmihi intay soo qaado naaskii uu qabsado uu jaqayo isagoo markaa nuugayo saa u jaqaya xaaladda caynkaasi inay wax nuujinaysaba inay ilowdo taa wax weyn oo khatar un baad ilowsiya marka shiddada maalinta qiyaamaha waxa la ino sheegay iyadoo afka ugu hayso oo jaqsiinayso ilmihi naaskii qabsaday bay ilaawaysa oo ka mashquulaysa shiddada ay leedahay daladii ala kulli xaal laakiin ahlul cilmi qaarkood waxay yidhaahdeen xaalka lafteeda waa jaaz wa jaazawi labaduba bannaan intaada la raaciyana bannaan marka mutalabisada ay ku tahay macna alficil loo jeedo in laga reebaana bannaan waxaana weliba saa ku tusinaya axaadiista badan ee soo aroortay ee marka isaga tilmaamaysa xaa'id ee ku soo arooray ee anta la raacin ayaa marka ku tusinaya waayahay nabigan jihaadayay ee duulayay wuxuu ahaa yuushac ibn nuun ayuu ahaa waana wiilkii la socday nabi muuse markii ilaahay inaga waramayay fi suurati alkahfi يعني مركا ويل كلا سعودي وحو أها يو شعب أها لكن مركي دنبان النبي لغي يري مركا هو رأي نبي موسى السعودي خضر إلا كل ميين مركا النبي ما أهين مركا النبي ما أهين كدبا مردن بي وموسى كدن بي سي أيا وحل غي يري النبي لغي يري إنو يو شعب ننون أهانا حديث باكو صار رهواية إما محمد سوري يي باكو صار رتي والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي يسارى إلى بيت المقدس رواه أحمد في مسنده وصححه الحافظ والذهبي والألباني وحمرك والنبي يقول عليه الصلاة والسلام قل رحض الله ما حبس بشر بشر لو حبس مجره وأن كأهين يوشع
habeenadi marka waxa weeye uu u socday ku duulayay Baytul Maqdis marka qaryada uu doonayo inuu furtaana Baytul Maqdis bay ahayd xadiiska saacadeenaya xaafidku wuxuu oranayaa waa saxiix isnaadkiisu dhahabi saasilaag albani saasilaag ibn kasir wuxuu oranayaa cala shart al-bukhari ayuu ku asaxay marka yusha ibn nun weeye qaryaduna Baytul Maqdis ayay ahayd marka sharaxda qaarkood ay yiraahdeen ariixa ayay ahayd waxay noqonaysaa arin qalad ah oo aan sax ahayn ayay marka noqonaysaa marka nabigaasi markuu duulay wuxuu yiri saddexdan nin inay raacin wuxuu ka baqayaa inay soo cararaan buu ka baqayaa waayo mid waliba hami weyn buu leeyahay wax weyn u higsanayo waa adduunya maadaama waxa weyn adduunyada u higsanayo oo niyadiisa iyo khayaalkiisa mar walba ay hor imanayaan wixii wuxuu ka baqayaa inuu markiisa marka soo cararo haddii marka cararku uu bilaabmo ciidan loo bilaabana jinniyad sabba laga yaabaa kuwa kalena inuu ku yimaado qaar kalena ku daydaan marka si aan taasi u dhicin saddan lihaadii dariica ayuu saddexaas ay iga hadhaan saddexaas yen raay wuxuu soo dhawaaday marka qaryadii uu soo dhawaaday goortuna waxa weeye waa casr ama goor ku dhow berrina sabti bay noqonaysaa sabtidana banu israa'iil wax camala inay sameeyaan uma bannaana haddii gobolku ka dhacana sabti baa soo gashay sabti ayaa soo gashay haddii maalinta sabtida la joojiyana cadowgi waxa dhici karta intaa inay wax soo habaystaan wax soo urursadaan marka wuxuu doonayaa intaan cadceedu ka dhicin oo sabti soo gelin ila hadday cadceedu dhacdo sabti baa soo gashaye inuu ka farxasho doonaya oo qaryadana furto saasuu rabaa markaasuu deedna ilaahay baryey inuu qoraxda u xabiso qoraxdii waa loo xabisa culammadu waxay isweydiiyeen see loogu xabisay ma dib baa loogu soo celiyey ma halkeedaa lagu joojiyey ma socodkeedii baa laga dhigay gaabis laga dhigay aan marka dhaqaaqayn salaasatu aqwaal saddex qowl baa ku sugan shuraaxdu qaar ba si ay yidhaahdeen qaar waxay yidhahdeen dib baaba loogu celiyey si waqti dheer ugu haro qaarna waxay mee halkeedaa lagu joojiyey umaba dhaqaaqayn qaarna waxay mee socodkeedii baa laga dhigay gaabis laga dhigay si waxa weeye xilligu u bato baa waxaa laga dhigay sidii hore ee caadiga ahayd midaan u soconayne si gaabisa u soconayso si gaabisa mid u soconayso arrinka celinta ku saabsan kolle waa baciid oo daahirka naska uma eka labada wajiya kala imanays daahirka markaad eegto in halkeeda lagu xabisay oo la joojiyey baa daahirku eegyay haddii jarigii dheeraa laga joojiyey oo markaysa qudheeda nooc xabsiya ku jira nooc xabsiya ayaa ku jira marka labada wajiya kale ayaa marka waxa mid ahaan lagu xambaara ay fiican tahay in laga dhigay marka mid gaabisa oo aan marka waxa weeye waxba la dhaqaaqaynteen yaa waa soconaysaa laakiin waxa weeye socodkii ay soconaysay shaqo kuma leh kaanahu waqti badan markaysa marka waxaa nican oo waqtigan labalaabkiisa ama ka badan ay qaadanayso dhicitaankeedu amaba waa la joojiyay intuu ka faaruqayo yaa labadaa weji ayaa marka waxa weyaan awleysan daahirka marka la eego waa la xabisay marka la eegana waxa weeye waxay u eg tahay in halkeeda lagu joojiyey haddii marka loo fasiro jarigii dheeraynta ahaabaa laga xabisay haddii la yidhahdana oo xabsi waa ku jiraa waa ku rumoobaysaa waa ku rumoobaysaa marka saas aawadeed yacni waxa weeye sidaas ayaa lagu jiray waxaa laga qaadanayaa yacni nebiga aayad la siiyey inay tahay oo nebinimadiisa caddaynaysa inay tahay waxaa laga qaadanayaa dacwaadka allah inuu aqbalo caadaadka wax khilaafsan ba iyadoo lagu ducaysanayo in haddana ay dhacdo ilaahay markiisa markaa inuu ka aqbalo inay dhacdo shuruucda qaarkood waxay sheegeen waxaa laga qaadanayaa inaan lays odhan marka caadada arrinku ma khilaafaayo aan la noqon sidii wax marka caadada yacni shirki ku samaynaya sidaa saaxibul ifsaax uu odhanayo marka waxa weeye shay caadadaba khilaafsan hadduu qofku ku ducaysto isagoo yaqiinsan inay dhici karto in laga aqbalo in laga aqbalo oo dee dacwaadka qaarkood baa shay khaariqulcaada ah ay dhacdaa in lagu aqbalo ay dhacdaa in lagu aqbalo ay dhacdaa waxaa kaloo xadiiska ku sugan quluulku inuu xun yahay baa ku sugan oo qabuulkii markaa waxa weeye ghanaa'imta laga aqbalayay ee dabku cunaayey waxa markaa uu baaqday in markaa ghaniimadii wax laga siibay taasu markaa u baaqday marka quluulku inuu xun yahayna waa laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa khasaa'ista ummaddan inay ka mid tahay ghaniimooyinka in loo xalaaleeyey taasina fadliga ummaddan bay markaysaa ka mid tahay ee nebigeeda markaa la siiyey yacni fadliga nebiga la siiyeyna waa fadli ummaddana u sugnaanaya marka weeye oo sida nebigu markaa nebiyada kale uga fadli badan yahay baa ummaddana ummadaha kale ay uga khayr badan tahay ayay uga khayr badan tahay xadiiska afar iyo lixdan baabkana wuxuu ka yahay xadiiska lixaad buu ka yahay
عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاري ومسلم وحي كسوري حكيم بن حزام حكيم بن حزام وحكم ذها يعني رقي ووناية مركز شرفت لها بكم ذها قريشيدا يكم ذها وحانوها مركز أن تأجر حول بضن بوها وحانوها أن ديقسي أدو ديق بضن أعمال بضن وناكسن واسمي وقت يهرى مركز قبل الإسلام ودون أي ربي نقول دوادو نبي قال عليه الصلاة والسلام ما ويديه وحيولي عمل الله فرب ضمبا سمين شري مركان يعني قال كأها أنو دون يا ربي إنا نقول دوادو عمل الله وحما يقام فعيان نبي قال حقوق شوابي عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير وهذا الله إسلامتي وحي أظهر مرصتي خيرة وهذا الله إسلامتي يعني وقص غنانيا الضوم بضم بواقي هر حري هو حلي هذا بقول الضون وحري قبل الإسلام يا فقل الضون وحري يعني مركا وحيا لبضنا أعماله كرواوين واسمي وحانو يلوح كستوى عن قال لماذا كسمي إسلام لماذا نوينا كسمي إسلام لماذا نسي سيليك بكسمي سي سيليك أي كسمي بقل الضون أي حري يغفر بضن بسمي هدي بضن بسمي يعني وحفر بضن أيو بحين شري وحو كل شيء مركو دلنا أي كعبة قده هيدو كلش إذ كعبة قده هيدو كل رطي سيقمو يعني اللي مؤقا كعبة وقتي ذا قرب على فوري شري، مركب مالين تاعو دارن دارا يضل الفري أو دمر الله فري دمر قريشي أي كتشيران كعبة جودي هيدا أيه هو يدي فرش قلط دق دق بيستري وكبح بق حابك الصور دعيبة في جوف الكعبة طبنا كماها وجودها مركب يسأ مركب جوري ومركب كعبة ذا الغطوافة يجودي هيس أي كلش يعني أرنك غريب كأنا وريها عد الصق أنا هين أو كل رتين اللي مؤبه خديجة بنت خويلد أي الدر مأواه وأبيه الله ولا رهي وحكيم ابن حزام ابن خويلد وين يا خديجة بنت خويلد المدر مأواه يا هاي زبير بن العوام اللي سقنا وزبير بن العوام ابن خويلد وين الكاسنا واساس وحكم إذا رجع وحوية تشرت هاي وويناي ما رنتي بدر أيضا كقال هذا قيب الصدي وحل الصيناي طبعا نبى مركز قيب الصدي وعباس كتشرو ويسوي كتشرو وركلاي كتشران وأنه ولي بمركة يساوي ولي مارين بوعيدا كمركة يساوي حق ليا تبن قيله كواسو كم يذهب رقي إن بضان وكم يذهب مارين تاسي كل انتين يساوي مارين تاوي بدبادي ساس أولي وقت قد مردن وحوران شري هدود دونا إذا اجتهد في اليمين وحوران شري والذي نجاني يوم بدرين وحان كل دارت إله مارين تي بدر إبدبادي أن كل دارت يأرن كواساس ساس كل دارين شري هدي مركو دارت مركة كما الضميس الدونا ينو كل دارت والذي نجاني يوم بدري ساس أورنجي وحورنجي مصائب توح أكثر إذا كم ذا يدو جوري جاي قان عدي هرتاج نين وعدي وحوي دي سنة سامارين تعاين إيمان وحن كترنا يا مصيبة أن كرر شيءنا يا إلهي إنه يقعد شرسيه حكوا فرحين عدي وحوي دي سنة سو حكت دون إسا إنه أتي ماضه مركب مالين تعاين وكهلنا الباب كيسة عدي وحوي دي سنة إسا وحورنجي مصيبة أن كترنا يا إنه مصيبة يقول عضي تعاين مصيبة أنا أرتشينا يو إن إلهي قاتشرسيو إن إلهي قاتشرسيو أرتشيني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم وحويلي رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم وحويلي البيعان اللي بدأ وحكل إيب سنيا بالخيار دور الشيك السجنيين مدولبا والدور قاضنا يا مركب بيع عد بدي ما لم يتفرقا انت ينك لتقين انت ينك لتقين مدولبا والدور قاضنا يا يو إيبكي وكرنا قنكرا انت اي وذا تشوغان خيار بيري فان صدق هذا اللي بدا دور الشيغان وبينا مد ولي بعض يو وحا مركا وحكو يبسنا يو انو مركا عيب لي هي انك لي عيبها كسوغان بورك اللهما والله بركيا في بيعهما ابكو دا اي وحكا يبسدين بالله بركيا وان كتما هدي اي قريان وكذبا لبدا بين شيغان محقة وحل الترترا لبابية بركة بيعهما وحي كلا إبسدين بركة دي والله بابية بلا بركة النقضان وحي كلا إبسدين بلا بركة أي نقضان متفق عليه حديثك والإسكوها فقسين بخاري مسلم بلا بدو سوري وحي كنت لقا قاضنا يا مقع حكيم إلا ربحا إني بنانتاي حان اللوك سوي الحكيم إنه يهي اسم من أسماء الله هدان لو تشيدين معناها لو تشيدين مجرد عالمية اللوك تشيدو مقعني ماذا بس أين حكمة بذية هيئان لوغة شهدين ومعنوه مقصود أهين
لبكم الصغن حكيم إلا لبحه ويا النبي عليه الصلاة والسلام حكيم كما بدل المقعة اسكبدل لما أرن وهو التقريري وانا دعض إنه أقول يا ري النبي عليه الصلاة والسلام يا حكيم ما أتاك من هذا المال من غير السؤال ولا استشراف فخذه مركا ما دام النبي مقع حكيم وتقريري وحلقة قادنا يا حكيم إلا ربي حكره أي لقى قادنا هدم حلقة شباب يا حديث كحكم كديدي ولا إن الله هو الحكم يا يعني الله با حكمه وإليه الحكم فأنت أبو شريح نبا مركا صحابة كم إذا لورنشري أبو الحكم لورنشري أبو الحكم مركا سأل النبي عليه الصلاة والسلام ويدي محا أبو الحكم لقويري لو نوحوا لقوم كي وهضي وحسكوا قبطان وإلي من شرين وأن كلا حكومي شري مركا أن كلا حكومه أيا الله بضع طرف فرها لنقن شري يا ساسا مقعل يبحي النبي عليه الصلاة والسلام وحول إن الله هو الحكم وإليه الحكم إلهي بحكم وحكمه حكم كنا حق السوء هذه كريه يعني مركا دو بعد مركا سوكب الدلو كون يكال النبي أسمي عليه الصلاة والسلام ورمضوا وحي لهم بعض أهل العلم موضع معناها مقصودها ومجرد عالمية اللوغة ما تشاهدين مقع قورة بس إنو يها الروح اللغوين على مدسنة يلغوت المنسنة يه إنو محوية حكم وناكسن يها وكأنه إنو مركا وحوية حاكمين طردن يسوي أبوي يها معنى نوع سالغة الماما يوم معناها مقصودها إن مقع كريا اللوغة ما تشاهدين مرهدو معنوه مقصود يها ده وحوي كاسوا كد وانتو وحنا غني ممنوع لكن مجرد عالمية مركي تهاي اسم كاسنا آن وأهين اسم إلهي كجارة يصفه كجارة أين أهين حال كنوع عصا والله بحين كرعت كلا لكن هذا اسم إلهي كجارة وياه سيد الله سيد الرحمن سيد رب العالمين يا اسم هذا لم يتكي الله كجار كأ عدنا وياك مر نبى لقوم ما جعابكروا مر نبى عد كلا لقوم ما جعابكروا أما معنوه مقصودها هذا ما ينوهان وهي أسماء ذا سوى أسماء إلهي أخاصة لكن أسماء ذا يعني عدك للقوء إطلاقي كرولو على سبيل الصفة أنا ما ربي كقار أهين هدي أن معناها اللوغة تشيدين لقدت المامية مجرد عالمية لقدت المامية تاس وحو يدى اللي بكم السقنا ولا ربي حكرا حديث كان نوالك قاطنا حديث كان نبي قوة تقريرنا أيه مقع حكيم ونا أقوي يلاي نبي قوحو عليه الصلاة والسلام لبدا قف وح كلا إيب سنة يا دور الشيء كسرجيهن أنت يودك شو كانوا ينكرتين حبي كلا إيب سدين عقد كبار دعي وانت أنت مركا إيبكو ويد عض قبول كي إيجاب كبار دعي هذي لدون العقد والسيسي بدا عدنا ولا كلاقاته هذا نيضا عين كاتهاي ضرر كبار دت كلا قد دفع يا سعين وحي إسعيل كامبين وهذا ومركا وحوي يعني غمن إيه وحلم إذا أن أسوقين لا ضرر ولا ضرار مرك خيار هذا واحد دتك الله صينا يا هذا يتهي خياره الشرطي هذا يتهي خياره هذا يتهي خيار المجلس كا هذا يتهي خيار العيب كا واسئان مرك دتك أنا أقول بعضهم ضر كبير للدافعية ساس أوديد خيار لها خيار المجلس أيا للشرعية يقف ولا بيعلن يو وحيل لك خيار المجلس كا سليهين أنت يودك شو قال يا أنت تفرق لعين ولا كلا تجين تفرق أنا وحلو قش تفرق بالأبدان لا بالكلام فهذا قارب أولو وحي لهدين البيعان بالخيار وحلقت إذا ما لم يتفرق وحلقت المامية وإنت عقدك قوئن وحق هذا الكأن الوكلة ولو تشركها بوذ التشوغي قولك هذا الصح ما هذا صحيح وحتى يسيد جماهير أهل العلم كتاقين وإن لقت المامية تفرق مركة وحوية يددك أي كلا دقاقان أو حوية مركة تفرق بالأبدان مركة إنت لقت المامية أي صحن هذا بهو ذا شوغان بيه هذو متكود ككل الدور قليه أو الدور تمر كيسا بيعي وخيار كاسي مركا وحوي يعني وادعيا هذا يكل التجان وادعيا هذا يكل التجان وادعيا حديث كابك عاد ما لم يتفرقا وحلق فهم يتفرق مركو عد بديد إنه هذا وانت صن غضو ولا ورني وإيه علي وحي عاد مركا عن كايب سدي وانسكو قرن وعي إجا قادو إيه علي العقد يدسي يا تاسح خيار كحق وما له مد لازم معها لكن إقالة اللي إلى هذا يو إنه كيّر لي إنه كيّر نسق أو دور له لكن خيار كان هري أي مركا يالنا يان مذ ولبا ومذ مركا حق يالنا يو كم الديد كرك كله يا أنت وذا شوغان عقد كوارد عيل عقد ولا تري بذا عدي ولا وريشي إسلام مجلس أنت لفريال ويرنيو ولا عي
وحي السيئة أنه واحد هذا مر هذا تفرق دعين أنت اللي الدور السيئي إنه مركب هذا عدي الدورتي على أبتي الدورتين أين دعين وحي دونغان إسا خيار كوالي هذا يكون قرنق صدانا وأسقنانا إياه والله حكم إياه ساسي يدوي هذا مركب هذا مركب اللي إيبين أيه لقو إيبيه بالشرط إنا نخيار تشين مركب عقد كاسي لعد بديدين على أبتك على قادنا وحي نقان إسا خيار كوارد عاي مركانا أو حقيقة أسقنا هذا حقيقة أسقنا هذا ما دام أويهي هذي مركا وحوي شرطه أن غضو مركا وحقي شرط مركا كايب سنيو أما كايب بنيو إن هو خياره إن هو دحية شيرن خيار من نبي يلانين ها وان أقبلي وحين نقول إسا وحوي المسلمون عند شروطهم شرط هذا وحوي سيدا مركا لو فينا يا حرض إنه عسى خيار كريمان صور كمركا لقيا جانا وحين نقول إسا خيار كمر إن لبض بي يلانيان يمركي وحي بنا ييالانيو يمركي وحي بسنا ييالانيو يمر من نبا آنو ييالانيو كواكلا وحي كو إمانيسا الشرط يالبي كو إمانيس لكن سيدة عادية بدون الشرط سقنانا يسوان محي وسيدة حديثك الشيقي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا لكن هدوم من أهان شرط استو إنا أدو خيار لهين لكن ككلاءن لو شرط إنن وحي نقنا يساكين لو شرط يي إنا نخيار لهين خيار كيسوا دعا كي كلا وأوتشوغا هدي مركا على الشرطيين لبدي إن من نبا خيارنا والله هاي نصيدة أيكو أخبرنا لبدا بخيار كود وداعية لبدا بخيار كود وداعية حيل هذا هاني خيار كلوريدو حديث بديدة يوتي الماما يا يعني قفكو إنه كفار وقمر كيساحان يعني قفك كله استجو إنه سيس وقتها عن ربين أيو حدونا يا خيار كسي ودعه أوريدو أيو مركا وحويه مركا دقدق وقدر غاقيا وإن تكرر غاقو مركز أوصان نقنا يا خشية أن يستقيله تأسنا حديث ديدة يا أيات شرور رواية حديثك كم إذا أي مركز ديدة إسه مركز حالك عين كاسة هذي حيرة عين كاسة تهي وخيارك أصقنا هذا شرعا أصقنا هذي حيرة إن لقو إسقاطيه لقو ردو للدونه مركز ضم بحيرة إن لقو ردو للدونه حالك النوع عسى يعني مركز حيرة داس ردي ميسو وحين نقنا إسه مركز حميد يعني مركز أم باتشنا إن خيارك أي نقنا إس خيار كاسي وخيار المجلس حديث كوحو كلو الشيقية فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما هذين لبدو دورون الشيقان أين عيبها وحي كلا إبسانيان عديان وحلو بركيا وحي كلا إبسانيان بركة لوقليا وحواجب مركة وحلا إيبين الشيق هدو عيب لي هاي إن لعديا وواجب إنو قفك إساقو عيبك وقفك أقريو إلا هدو إسكايا قادو دعيبت وأقيا تنوع سي حلال ماهو حديث ابن ماجه بان الشيقية والنبي قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم يبيع مسلما بيعا فيه عيب إلا بينه يعني وما حلالها قف مسلم وقف كلو مسلم شيء كئيبين يا شيء قاسين عيب كسو قنتها إنو عيبتا عدية موية سكة لأم بنانا ابن ماجه بان سوري حافظ ابن حجر نوحوري إسناد كسو حسن مركا عبت إنه قريما هي عبت وإنه عديا فإن صدق وبينا عبت وإن تبين الوصمة يا هدي وحوي مركا العديا عبت أنا مركا وحال العديا لا نروش ياكو بركة والهيري لكن هدي للقريه يا وبين الله الشيء وعبتنا للقريه بركة ولا ودوايا توتلي ولا وايا هدي مذهان للي ما دنا بركة قيب كم ذا لوايا مركا تانا ساسوي مركا وين وحي عيب وكوغي هي وين مركا شيغا وانو قرين تاسنا وساسوي كل كان وحنا قلنا ماضي باب الصدق وحنا بلا بينا ان شاء الله تعالى باب المراقبه باب كشناد باب المراقبه مراقبه ده باب كيدي ان قفكو وحا ويه مركا ده الهي عبادتي سيلاليو وربي انه طالعنا يوغادو او وحا ويه مركا ولي ما دو ان مركا ربي إنه كو أركين وحن أي وحو ناكسني ولهي كو أركو إنه دونه وحوي إسكا إلاليو إنه إلهي حمان كو أركو بمعنى حمان إنه لئمن هدو حمان لئمن دا الله حمان توا كو أركيا لا تجعل الله أهون الناظرين إليك وحلق السنة نقلي بعض السلفين يلادين إلهي هكي يلين عدكو إكتعدك وقل ليدته نحن قفكو هدو مركا إمك أغادو إنه عد بني آدم وقدرين إيا إنه إيجي حمان هرتو ذا قصة مين مايو يا ده مركو ضدك كجار نقضي ده أي نقطي إلى هاي إنه أركيه يعني آدم أركين إنه حمانته وحد دونه إسقاص مايا ده مناسب معها كأنه مركي سمركه حان يعني ده إلهي أنا مقدرين يا مركه لا تجعل الله أهون الناظرين إليك
قال الله تعالى الله وحيري الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعني الله ترصرت الذي كاسو يراك كأركايا حين تقوم قرت استاغيس كأركايا وتقلبك أي ويرى تقلبك قد قدونك يسرقرقا أنا أركايا في الساجدين أي في جملة الساجدين تتك السجودة هي يعني مركا لحدو إذا أتكو قد قدوم يسو يعني أركايا إلها استرصرت حين تقوم إلى الصلاة أما حين تقوم قرك ساستاغيس لي لهدو أما قرت الصلاة أوك عيس لي لهدو وتقلبك في الساجدين يعني دتك مركز لا تكن يسوع ودتك نحده ذادون مركز وحوي مرة سجود يسوع مرة سجود كك عيسو يعني إلهي وكو أركيا يعني دتك تكن يدحده ذاد مركز ذادون لا تكن يسوع الله وكو أركيا بعض ما وحوي فسرين معنون مركز وحوي غريبة أو وحوي له وتقلبك في الساجدين وحلو قشيدا دتك تكن يا الله عابدها يا والد ذاها أياد نبردو ذا إيه المجالين كو ذا كوجد قدوميسي إلى هنا وكو أركي مركا يا مركا سوى حيكدر يشدين إن أبيه هو يدي يا هاي المؤمنين موحدين أو الله كري جاي عابد الشرين ويكدر يشدين على كل حال تفسير كعين كاسع علماء دي سلفكم يفسرين مفسرين تبدن كودنا ما يمرن مركا وحوي وتشجاسي صحيح ماها سيدا مركا وحوي مركا علماء ذا كفسرين جماهير أهل العلم يكفسرين وعلماء دي سلف كان أنسخ الأفسان لقاها إني وحيتهاي وإن لقات الماما أيه يعني دتك تكنية مركا ذات تكنية سوى كل حسو قانتهاي يعني مركا إلهي كواركي يعني إلهاس يعني مركا تلصار نبينا عليه الصلاة والسلام والدتي سوى كفرعنا لما أنتو ذين المؤمنين أها أيهن صح ماها ودي وحجرة تاسماها يعني عبد المطلب بحل قرن أيها إنو مركا قال لما كل انتي ومركو النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب يسيري أولقين إسلام لماذا؟ أقول يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يا أبو طالب وصك راضي وحانا مركا لتشوغي أبو جهل يا عبد الله بن أبي أمية يا لتشوغي مركا صيدي وحيكو إلى هدين أترغب عن ملة عبد المطالب يا ذسكن عيسى دينك يا عبد المطالب دينتي عبد المطالب يا ذسكن عيسى مركا دينتي عبد المطلب وحكى صباح يسد دينتي أبو جهل هاي استوينا يتهاي ومركا وحوي قال لماذا إيو أو سانتا يسنا ماذا العابد إيو إن دينكي عبد المطلب صدا أها أي اللقاء قاضنا وهي النبي مؤرن عليه الصلاة والسلام دينكي عبد المطلب وكان ويريو أبو طالبنا مؤرن دينكي عبد المطلب وكوي ويريو يعني وحوي وحي عربت مركا كسونا غالب كذا كسونا يين أي عبد المطلبنا كسونا مركا وحوي حديث كاسنا وحو الدليل وياهي إن شركة هي عبادة الأوثان كعبد المطلب كالصنع وكذلك أبيه هو يدنا ساسي ضابي مركا أهايين سيدا لبدا حديث مسلم صحيح كسوري أي شيء يان أو تلمام أيو إن أبي وأباك في النار إن نبي قول عليه الصلاة والسلام وسائلي يا حديث كلام مسلم صحيح كسوري استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي على كل حال شرح النووي يقولون وعضينا يا الإمام النووي مركو شرحايا وعضينا يا أو مركو وقت الإمام يا أو حورنا يا مركو مسلم كشرحايا لبدا حديث با وحلقا قاضنا يا مشرك العرب وحي كسونا يا عبادة الأوثان عدي كسونا يا إنا يا هايين قالوا مركو يساء مشركين إنا يا هايين أو مركو حوي أهل الفترة حكم كيد إنا يا هايين إمام النووي بأورنا يا إمام النووي أي أورنا يا حكم أهل الفترة إنا يا هايين يعني مركو قالوا يعني أي هايين أهل الفترة حكم كيدنا إنا إلهين قرابة مقربين تقار كود إنا إلا قرابة أهاينا إنا أنفعين وحقو ترين أي لقا قادنا يا أي أرنا يا إمام النووي مركا ساس أودد يعني مركا تفسيرك اللي أرنا وتقلبك في الساجدين وحلوغة شيدا والدة ذادي مركا رمان وحي أهاين كل قود قار مركا وحويا يعني الله كريق عابدو السجودة أدونا وحويا دبر ردودة إيو المقالين ذودة أي مركا كود قدوم يسي تفسير كاسو وتفسير حق الشيعة لغا سوقات وقليها الرافضة أي لغا سوقات سوء أبو حيان الأندلسي ومركا آيادة تفسير كيدبا كبرا روتشين أيوه مركا علماء أهل السنة وحي قبان ماءها والله أعلم. وقال الله تعالى وحو الله يريه وهو معكم أينما كنتم الله لا شركي أنه هذا ملك استاكو السقنتهم با الله وإذن وهريا وقال كيسا علم كيسا إيه مركا وحوي أوديس يا قدرديس يا ما ملكيس أيذن كوهلية معيضا وحيت ومعية بالعلم ومعية عامة معيضا عام كنا وحين غنيسا إن لقت الماما يعلم مركا إن لقت الماما يو
taana waxaa lagu soo naqriyay ijmaaciyo culamadii ay isku waafaqeen oo ku ijmaaceen. Ibnu Kasiir ku xoranaya aayadda suuratul Mujadila laba aayadood ba macyada caamka ku soo aroo aayadda suuratul Xadiid iyo aayadda suuratul Mujadila ayaa labaduba ku soo arooreen macyada caamka ah ayay ku soo arooreen. Marka aayadda suuratul Mujadila markuu fasirayo wuxuu odhanayaa waxaa يعني غير واحد من أهل العلم وحسون نقلي إجماع ليسكوا فخسين يعني معيدا إن يتاي بالعلم إن يتاي أي علماء بدن السون نقلي سو إجماع خسرت إجماع علماء بدن يسكوا فخسين علماء أهل السنة يسكوا فخسين أي صرره. وكذلك مركا ابن عبد البر وحورنا يا صحابة التابعين تي يعد مركا وحوي علماء هاي مفسرين تارمان وحكوا إجماعين معيدا إن يتاي بالعلم إن يتاي. وكذلك يعني مركا الشيخ مالكي هاي علماء أهل السنة كم ذها أبو عمر الطلمنكي يسون وحوي لي يعني علماء وحكوا إجماع معيدا إن تاي بالعلم. وكذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية وحوي لي مركا وحوي علماء وحيسكوا وافقين أو كوا إجماعين إن معيدا تاي بالعلم. مركا علماء فر بضم بسون نقلي إجماع علماء كل صررين إن معيدا إن تاي بالعلم. مركا معية ذاتية اللي قمت شيء ذي يعني علم يسوا إلى هاي كلام معي هاي وكوا هريا أي اللي قمت شيء ذا. وقال تعالى الله حيري إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله الله لا يخفى عليه كقرسوم مايو شيء وحك قرسوم مايو في الأرض للك قده سكك قرسوم مايو ولا في السماء عرك قده سنك قرسوم مايو يعني تضوض عرية تضوض دول مثل نبا إلهي وحك قرسوم يا متشر وحولب إلهي وأقيهي وحولو تشرنا وأركيا وحكستنا إلهي وأبيه. وقال الله تعالى الله وحيري إن ربك لبالمرصاد يعني ربك لبالمرصاد وحكسوا غيه إلال أعماش أضمد إلالنا أيه أيه كسوا غيه. وقال تعالى الله وحيري يعلم خائنة الأعين الله وحيريه خائنة الأعين عندها وخيامين يا أي أوقيه أما خيام ذا عندها أي أوقيه أي خيامين يان وما تخفي الصدور يا وحي لابه قرصنا يان با الله وأوقيه خائنة الأعين العلم وحي إلى هذين وحلقت المامية وعيد مركا وحوي عيد لتشوكتا ومركا دبادنا وحارانا أيدونا يا إنو إيقو ضدكو إنا إدادان ندوني ماي يعني الرقب والله فرد يا وكلا قفت مرأة صومرتي دبادنا مركا سو حوي هستو كيغا يغنو إسكا إلى لنا يا إننا أركين ودينك قبردو عندها الله راعي أين إسعرم يا عدونا يا إنا إدادين هذا إيشو كحضية، مركي يجي كل شيء استان أيه هستك إيجي، يا أيه هستك إيجي، تاسا واحد تاي خائنة العيون بيت، مركو أركضتكو إنه إيجي يوم وكل شيء سنية، سيد مذكر دور صنادا وكلا إنه مركا إسكدجو أو أنا أرجيسا إلى ليه سوي سكدجو أيه وكل شيء سنية، هانو تعالى الله حبنت هذا طرنا كإنه أركض، صحيح علماء السلف كأركض أيه دهين، مركا خائنة العيون نوع عصير نغنيس ومصارقة aragtidii eegitaanka uu ku xadayo dadku inay dhaadaan aanu rabin ya hadis waxa soo arortay Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh markii hore waa ki islaamay deedan waa ki ridoobay deedan nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam waga oo gaalnimada ku sugnaa Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh ku sugnaa ibn Abi Sarh beena ayu nabiga ka faafiyay ducada markaa nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam dhigisa waa ibtaali oo uu ninki arkaa hadilo ninki arkaa hadilo مارنتي فتح مكة أي عبد الله بن سعد بن أبي الصرح وحسوك حيي عثمان بن عفان نبي أكان عليه الصلاة والسلام أمر كالصحابة قبرنا وحيتاي نكا نكا أركا هدلو مركز يا رسول الله عبد الله واكن إلا بايعة نبي قعنت أمتاقين كما نتشوابين مر لباد بو عثمان كعري سيدي سيلا قعنت أمتاقين كما نتشوابين مر صديحات بو كعري مركز صديحات بأن النبي عليه الصلاة والسلام الله بايعتمي سيدي بكو إسلامي نكي مركز النبي وحد عليه الصلاة والسلام وحن شعلان لها مركز أركتين إن أنك عن تكلابتي إن أنتو صوك عينو كورك كتشرو مركز أني وحكوي لي يا رسول الله أنا السمين لهاي هلا أمطى إلي يا يعني ما مركز إيئي الكبسي دانك يا أنا كوكعي لهاي مركز النبي عليه الصلاة والسلام وحوري لا ينبغي للنبي أن يومض رواية كانوا حي شيء لا ينبغي للنبي أن تكون له خائنة الأعين نبي أمصر قلأها إلو حيامين يسائن أسقناتا أمصر قلأها بأن النبي عليه الصلاة والسلام
والآيات في الباب كثيرة المعلومة آيات كباب كان كصاب صني وفربضنت هاي معلومة وأنا لقرنيا. وأما الأحاديث أحاديث مياه حديث كالشني الإحدانات باب كان حديث كواد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد مدى حديثك وليدي هاي من كائن بريس كبرونا هاي كفي عن تهاي أن يسكتشوشنا ما دام وليدي هاي وكربر ماي الكائن وكشوغو والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنت أنا كل منه فرقة فرقة الحقا وحديث هاتينا بحفظ الله تعالى ورعايته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين.